إذن أيها السيدات والسادة، لنبدأ أول جزء من برنامجنا، وسنبدأ بأول عنوان، وهو السفر هو حل للاقتصاد العالمي. فأخذاً بالاعتبار أن إجمالي الناتج المحلي هو 10.3 المتأتي من السياحة والسفر، وأن وظيفة واحدة من كل 10 وظائف هي تنتمي إلى قطاع السياحة والسفر، ولأهمية أن نتعاون ونتعاضد فيما نقوم به من جهود لكي نحصل على مبتغانا من قطاع السفر والسياحة. يسعدني أن أدعو إلى المنصة من CNN الشخصية الرائعة ريتشارد كويست، مقدم برنامج السفر لمستقبل أفضل. فيما يأتي المتحدثون إلى المنصة ستجدون أسماءكم. هناك معالي وزير الاستثمار وسمو الأميرة هيفا ومعالي معالي خالد الفالح وزير الاستثمار مع الأمين العام لأنتوا. إذن سنبدأ أولا. سنبدأ أولا برفع هواتفنا الذكية إلى الأعلى. إذن ما ألاحظه هو أن الشاشات مفتوحة. اذهبوا إلى الإعدادات ومن ثم قوموا بوضعه على الصامت. الأمر رائع، لكن لو كنتم هنا لمشاهدة البث الحي على الشاشات اذهبوا إلى فنادقكم. الهدف هنا أن ترون هؤلاء الأشخاص وهم يوضعون على المحك فيما نسألهم من أسئلة ويقومون بإجابتنا بكل صراحة عن رؤيتهم للمستقبل. إذن سأبدأ مع معالي الأمين العام زوراب. إذن باستثنائكما انسوا بأننا في المملكة العربية السعودية، لنتكلم عن قطاع السفر والسياحة عموما. ما هو وضع القطاع حاليا؟ السلام عليكم to everyone. Two years ago the most important and hot question was that what we will do. مرحبا بكم. قبل عامين كل ما كنا نفكر به هو ما الذي سنقوم به، لأن العالم منغلق ومنعزل عن الجميع. الكل كان يقول بأن التعافي سيحدث بحلول عام 2027، ولكن ما شهدناه هو أن أول 9 أشهر هنا كان هناك 700 مليون مسافر، وهي أفضل السنوات منذ عام 2018. إذن العائد موجود. إذن هي يمكن نهاردة هذه الأرقام لاحقا، ولكن كيف انقسم هذا العائد على المستوى الكلي؟ أي شخص كان لديه سؤال فيما يتعلق بمرونة السفر، هذا السؤال تم الإجابة عليه. بالنسبة للسرعة التي من خلالها تم تعافي السفر أيضا، هل كنت مندهشا؟ لا، أنا أعمل كما تعلم جيدا أن السفر وجزء من حياة الإنسان، ولدي ابنة تدرس في الجامعة، تنتقل كثيرا، ولكن على مدار 4 قرون
فإن الإنسان استطاع أن يستكشف العالم ويكتشف ثقافات متعددة، ولكن الآن التعافي الآن متساوي تماما في الأسواق في جميع أنحاء العالم. نرى تعافيا سريعا يفتح الحدود أمام هذا التعافي، ولكن ننظر إلى الصين العظمى مع وجود سياسات صفرية بالنسبة للسياسات الاحترازية أمام جائحة كوفيد-19. هل يمكن أن يكون هناك تعافي لائقا ومناسبا عالمي؟ نعم، مع وجود الصين، فإن المشكلة بالنسبة لنا أن السفر الصيني توسع في جميع أنحاء العالم، التسوق أثر على التسوق في أوروبا، وأيضا بطبيعة الحال السفر في أوقات مختلفة ما بين أجزاء العالم أثر، خاصة إذا كانت الصين ليست جزء من هذا الأمر، أثر على هذا الوضع. صاحب المعالي، الموارد التي وضعتها وحشدتها المملكة العربية السعودية للسفر والسياحة تعتبر ضخمة. بصفتكم وزير الاستثمارات، هل يمكن أن نستثمر في أي شيء في أي مكان؟ لماذا علينا أن نستثمر في قطاع السفر والسياحة؟ أولا السلام عليكم، ونرحب بكم، نرحب بالجميع، ونرحب بهذا القطاع هنا في الرياض. أعتقد أن هذا القطاع الذي تم ذكره كان هناك زيادة برقمين بالنسبة للناتج العالمي المحلي، كما ذكر صاحب السمو الملكي أن السياحة قيادة السياحة تحت قيادة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، وأنا بصفتي وزير الاستثمار أدعم هذا الأمر. أعتقد هذا القطاع هو يجمع كافة الجوانب الاقتصاد على خلاف أي قطاع اقتصادي آخر. إذا نمثل 15% من الناتج المحلي، إذا نظرنا أن إذا فقد هذا القطاع، إذا خسر هذا القطاع، الجميع يخسر، المجتمع يخسر، القطاعات الأخرى تخسر، وأيضا هناك هذا الأمر يتداعى إلى جميع القطاعات الأخرى. لذلك نوع من جزء من التنوع في الاقتصاد، ونحن نستثمر في مصلحة العامة. الأثر بالنسبة هنا بالنسبة للمملكة، بالنسبة للقوة الناعمة وحماية القوة الناعمة لأي بلد أمر في غاية الأهمية، ولكن أريد أن أستثمر في هذا القطاع الذي يمكن أن يحقق أرباحا ذكية مهما كانت مكانه في سلسلة القيمة. الآن هذه مشكلة، أن تنويع القطاع كما نرى من جلسة الخبراء والمتحدثين هذا الأمر، مع وجود أطراف فاعلة بعضها صغيرة للغاية، وإلى وصولا إلى شركات كبيرة، القدرة بالنسبة لوضيع السياسات. أولا أريد أن أبدأ بالقول أن التعاون هو المفتاح الرئيس، ولذلك ننظر إلى هذا المحفل، هذه القاعة، نجد ما يقرب من 2800 شخص قاموا بالتسجيل، يمثلوا أكثر من 140 جنسية، وأيضا أكثر من 200 مديرا تنفيذيا وقادة من جميع أنحاء العالم يتعاونون سويا لخدمة هذا القطاع. أمر رائع، التعاون أمر رائع، ولكن ما معنى، ما المبتغى من هذا التعاون؟ علينا هنا لدينا رؤية، نضع أهداف واضحة ونعمل سويا على تحقيق هذه الأهداف، وهذا ما تقوم به المملكة العربية السعودية الآن، ولذلك نحن أسرع اقتصاد في العالم، كما ذكر هنا منظمة السياحة العالمية على وجه تحديد قطاع السياحة. هل أنت واقعية؟ نعم، نحن استطعنا إنجاز هذا الأمر، استطعنا القيام به، أمر واقعي تم إنجازه، ويمكن أن نراه متجسدا أمامنا في هذه القاعة اليوم. نطلب الهدوء هنا. لدينا أصول متحركة متنقلة، عندما نقوم بنقل هذه الأصول
ما الذي يمكن أن نقوله؟ صباح الخير، السلام عليكم. نحن نحاول، نحن نعمل على المستوى العالمي، أصولنا تنتقل من مكان إلى أماكن أخرى من العالم في مجال الشحن، ولكن علينا أن في أي مكان تتجه إليه في العالم تتواجه تحديات، سواء كان في أمريكا الجنوبية، في الصين، في أوروبا بسبب الإغلاق، وأيضا آسيا كان هناك فتح جزئي. لذلك كما نقول هنا بالنسبة لعملائنا، مرة أخرى الفرحة عادت مرة أخرى بعد انقشاع الجائحة على السفر. الآن أعتقد أصبح الأمر أساسيا بالنسبة للسفر، علينا القيام بهذا الأمر من خلال المشاركة مع الجهات التنظيمية. دائما الجهات التنظيمية هي التي يمكن أن تكون مسؤولة عن هذا الأمر. أفهم هذا الأمر الذي تعلمناه من خلال الجائحة هو أن نفهم لسبب مفهوم أن هذه البلد، كل بلد قامت بما يحلو لها خلال الجائحة، ورأينا هناك نوع من التنسيق بين السياسات من هذه البلدان. نعم كانت في البداية قليل من التنسيق، ولكن الجميع كان كلا ينفذ رؤياته الخاصة وخطط الطوارئ الخاصة، وكان هناك إغلاق كامل بالنسبة لهذه البلدان كردة فعل للجائحة. كان علينا أن نشارك بلدا تلو الآخر على المستوى المحلي، حتى على المستوى أيضا الإقليمي كنا نقوم بدور تكاملي للخروج من عنق هذه الجائحة. أعرف أن هناك بعض النقاط الأخرى، كيف يمكن لهذا القطاع بأن يقنع إقناعا أفضل للحكومات للتنسيق فيما بينها منذ البداية. لذلك كانت هناك تغير في القواعد، حتى كانت هناك نوعا من عدم التنسيق ما بين سياسات مهلهلة. الآن أقول هنا نحن نعمل سويا. هنا من الذي تعلمناه خلال الجائحة، الشيء الأول هنا هو كان هناك إغلاق كامل. أعتقد الميكروفون هذا هو التعاون في أبهى صوره. منذ بدء الجائحة ما قمنا به وهو مثال رائع للجوائح المستقبلية أو أي أزمة. الدول الأعضاء قاموا بتأسيس مجلس الأزمات وهو عمل لمدة عامين. تسأل فرانسيسكو، لم تكترث أي من الحكومات لعمل صناعة السفن. الأمر كان قاصرا على شركات صغيرة متوسطة. كان التعاون جوهريا ومحوريا، وكان الجزء الأهم في حياتنا لمدة عام إلى عام ونصف. بدأنا في الحديث مع البلدان والحكومات أولا لدعم الشركات نقدا، لأن الرواتب وكل الكلفة كانت في مهب الريح. لذا هذه كانت أول المحادثات مع الدول الأعضاء ومع عديد من الحكومات، وقمنا لعبنا دورا هاما في هذا الأمر أثناء تلك الأوقات الصعبة التي عانت منها السياحة والسفر. لم يكن أحد يسافر على الإطلاق. بعض الأشخاص لم يستطيعوا العودة إلى بلادهم. كان هناك بعض الأمثلة في 2020، اليونان قامت بعمل رائع وهي صديق رائع للمملكة. كنا نعمل مع الحكومة اليونانية لكي تفتح اليونان بشكل مبكر، وما قاموا به قاموا بصياغة برمجيات للذكاء الاصطناعي ليكتشفوا أي أماكن بها تفشي أكثر من أي نقاط أخرى في العالم. ففي عام 2020 اليونان قامت بعمل رائع، لأن كانت لهم سياسات متسقة ومستمرة، واستخدموا مواردهم لكي يختبروا الأشخاص القادمين بناء على الوجهات التي كانوا قادمين منها. نحن
نحن شاركنا في البداية لكي نخبرهم أن أفضل طريقة للمضي قدما هي أن يقوم بتأسيس قدراتهم لإجراء اختبارات كوفيد. واليونان كانوا في الصفوف الأمامية في القارة الأوروبية على هذا الصعيد. اليونان قامت بعمل رائع باستخدام التكنولوجيا والتقنيات. ما هي التقنيات الأخرى التي تود أن تراها مستخدمة في هذه الصناعة في هذا القطاع؟ بدون أي سؤال، بدون أي تفكير، مجموعة متناغمة من معلومات الصحة ينبغي أن تكون وضع. اليونان كانت رائعة فيما قامت به بناء على بيان الأوبك أن الحدود ستكون مفتوحة. كلنا قمنا ببدء العمل في اليونان في غضون لحظة. ينبغي أن يكون الأمر واضح للحكومات أننا كلنا نسافر كثيرا. نسبة المتوسط المسافر المتوسط نقص الوضوح ونقص الشفافية أحد تجاه التعافي. لماذا في رأيك أن هذه الصناعة التي تعد محورية للغاية ليس في المملكة وليس في اليونان، أعتقد أنها تتعافى، لكن على نحو كبير الصناعة تتعافى، تكون النقاشات من الصعوبة بمكان إشراك الولايات المتحدة. لا يوجد لديهم وزير للسياحة والسفر، لا يوجد لديهم وزير للسياحة في الولايات المتحدة. من الصعوبة بمكان أن تجد هيئات تستطيع الحديث معها، وزميلي يعلم عن هذا الأمر أكثر مني، ولكن من الصعوبة بمكان أن تشرك هيئات والبلدان الأخرى التي لديها وزارات للسياحة ولكن لا يقوموا بتخصيص أموال معظم. كيف لنا أن نحصل على هذا الشيء؟ أعتقد أن المملكة مثالاً رائعاً في السعوديون. كانوا ملتزمون التزاماً كمان بالاستثمار في بنيتهم التحتية للسياحة وسفر. العالم سيتغير، لدينا كل تلك البلدان النامية التي أصبحت أكثر ثراءً. أين سيسافرون وكيف سيسافرون سيختلف الأمر عما كان الأمر في الماضي. فالسعودية تراهن على نفسها وعلى الدول العالم التحتية. إذا ما كانت السعودية ستستثمر، نحن سنوفر المسافرين. على الصعيد الوطني بداية ينبغي أن تدرك الأثر الممتد الذي أثر على القطاعات برمته الذي تحدثت عنه، أن تقوم بتخصيص الموارد المالية بشكل متناسب لما تعتقد وفقا للأثر الذي ترغب في الحصول عليه. فالسياحة تتقاطع مع العديد من القطاعات. لدينا وزارة النقل حاضرة اليوم. إذا لم يقوموا بتحقيق وتقديم الخدمات، وزير السياحة لن يتمكن من تقديم الخدمات المرجوة. ولدينا وزير الصحة أيضا حاضرا. إذا لم يتمكن من توفير الخدمات الصحية ستتأثر وزارة السياحة. نحن ندرك في المملكة أنها مسؤولية تشاركية بين قطاعات الحكومة تقودها. قطاع معين يقوم بالقياس ولديه مؤشرات لقياس الأداء، وهذا الأمر يشملنا نحن. حتى نحن في وزارة الاستثمار نحن مسؤولون بتوفيرهم بإمدادهم بالأدوات لكي نقوم بتوفير كل ما يلزم للقطاع حتى يحقق ما هو مرجو منه. ماذا عن فكرة جعل الأطراف الأخرى في الحكومة على دراية بأهمية السياحة والسفر؟ الأشخاص ينظرون إلى السياحة، وأنا ومعالي وزير ناقشنا هذا الأمر، على أنها جزء ترفيهي يجلب الكثير من المسافرين السعداء وينسون عن حصة الوظائف التي تسهم بها صناعة السياحة. لأن الأمر متنوع عبر آلاف الأعمال، 100% أعتقد أنك ذكرت ما ذكر صاحب المعالي محوريا كون، وهو أن فهم الأثر المتداعي الذي ينتقل من قطاع إلى آخر. ونحن رأينا هذا بكل وضوح. ريتشارد في البداية عندما بدأنا العمل كان الأمر واضح للغاية. كانت رؤية من أعلى المستويات السياسية وكان هناك تنسيق وتناغم واضحا عبر كل قطاعات الحكومة. كان هناك مجلس لتطوير السياحة به 20 ممثلا حكوميا على المستوى الوزاري حتى نحقق مع مؤشرات أداء الرئيسة. رأينا هذا منذ البدء. عندما أتينا وسألنا عن ميزانية تم رفضنا. كان علينا أن نثبت الجدوى الاقتصادية
الجدول حول مقدار إسهام هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. ورأينا في عبر العام الأول من الجائحة عندما اضطررنا إلى الإغلاق والاعتماد على السياحة المحلية والمجتمعات المحلية وتضمينها والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ورأينا انفاق 50 مليار ريال في خلال صيف واحد شهرين فقط من العام، ولذا تمكنا من إثبات جدولنا الاقتصادي. وفيما يتعلق بتوفير الوظائف بينما كان العالم يعاني من فقد وظائف، كنا نوفر وظائف، كنا ندرب 100,000 شخص سنويا ونوفر ما يزيد على 100,000 وظيفة سنويا. فالأثر المنتقل من قطاع إلى آخر، الأشخاص الذين يتم توظيفهم يقومون بإعالة أسرهم وينفقون المزيد، نحن نوفر الفرص. وتم إثبات الجدول الاقتصادية وفقا لذلك. عندما تحدثنا عن إثبات الجدول الاقتصادية للاستثمار، أين ستستثمر؟ أود أن أبني على النقطة التي ذكرت مع هذا الأثر المتداعي والمنتقل من قطاع إلى آخر أصبح أكثر أهمية. وهذه النقلة التي نراها لفترة حتى قبل الجائحة من الاستثمار في السلع إلى الاستثمار في التجارب اكتسب ضخما كبيرا على مدار السنوات القليلة، وهذا الزخم سيستمر لفترة طويلة لكي يحقق تحقق السياحة الأثر المرجو منها عليه. نحن نستثمر في الموارد البشرية ونفكر في العمالة، أكثر من 60 مليون وظيفة فقدت في قطاعنا أثناء الجائحة، وهي صناعة تحتاج الكثير من العمالة والموارد البشرية، ونحن بحاجة إلى الاستثمار وبشكل تعاوني وبشكل جماعي أن نفكر الأشخاص بأهمية وكرامة القطاعات الخدمية. مثال لما ذكره صاحب المعالي في السابق، عندما قمنا منذ عامين ماضي كنا نحاول التحفيز صناعة السفن أن تبدأ في البحر الأحمر، وبدأنا أثناء الجائحة ذهبنا إلى عدد من البروتوكولات لاستضافة العديد من المحليين. هذا العام بدأت النتائج ترد، والمشاركة من قبل معالي وزير السياحة هي تجرب إلى الشواطئ بين الخليج العربي والشواطئ والبحر الأحمر في جدة ودمام، ما يزيد على 200,000 من المسافرين. هذا هو نتيجة الاستثمار والعمل التعاوني. هناك جزء تنظيمي في هذا العمل علينا ذكره. نحن لدينا عقلية التحول، نحن نحاول تحويل اقتصادنا، وهذا هو توجه الحكومة بشكل عام. وداخل هذا ينبغي أن نكون قادرين على التعلم وإعادة التعلم بما نطبق لنرى ما الذي أثبت نجاعته وما لم يثبت نجاعته. أحد الأشياء التي تعلمناها هو التأشيرات، على أننا رغم أننا أطلقنا تأشيرة إلكترونية كانت لها السابق، لم نتوقف عن إجراءات التأشيرة. هذا العام أطلقنا عن تأشيرة الترانزيت لمدة 96 ساعة لنسمح للمسافرين على السفن أن يدخلوا، وقمنا أيضا بحساب التجربة. بينما نتطور نستمر في التعلم لما علينا القيام به وتنقيحه وتطويره، وأعتقد هذا الأمر في غاية الأهمية. أنا إذا ما أعطيتك مليار للاستثمار أين ستقوم باستثماره ودفع أي جزء من الصناعة ستستثمر فيه؟ أعتقد أن توجهات الاستثمار سهلة أن نجدها، الرفاهية، الأنشطة، المغامرات، التجارب، تصعب تطلق عليها تجارب، ولكن المستهلك والمسافر ينفق الجزء الأكبر من نفقاته على تجارب لم يحظى بها في السابق. كان الناتج الإجمالي العالمي 60% في السابق للسلع و 40% على التجارب أو السفر، والآن أصبح 70% للسفر والتجارب و 30% على السلع. ولكن أين ينفق الأشخاص أموالهم؟ في الأنشطة وفي الرفاهية وفي الاعتناء بأنفسهم. إذا ما كنت ستعطيني أكثر 20 مكانا للرفاهية وللاعتناء بالصحة، أستطيع ملؤهم بالمسافرين. الأشخاص يقومون بقرار السفر بناء على ما يودون، الأنشطة التي يودون القيام بها وليس الوجهة التي يودون السفر إليها. لا يفكروا أنني سأسافر في اليونان أو السعودية أو إيطاليا. الأشخاص يقررون نحن نود القيام بهذه الأنشطة. ولذا في عمل فرانشيسكو يزدهر لأنه يعرض عليهم العديد من الأنشطة على مدن سفني وخارج سفني. الأشخاص سيستثمرون الكثير والكثير ليس فقط رجال. إذا ما أردت أن أقوم بقيام بالرياضات المائية، ما مدى أهمية
لأن الصناعة رائعة في قناعة ازدواج الأنشطة. إذا ما أثبت شيء نجاحه ونجاحته سيكون هناك المئات من هذا النشاط في غضون أيام أو أشهر قليلة منتشر. أعتقد أن الأشياء الأصغر هي الأصعب، أن يكون لديك مرشدين سياحيين ناجحين. من السهل أن نبني منتجعا سياحيا، لكن من الصعب أن ندعم وأن نؤسس كل الأنشطة الصغيرة التي تدعم هذا المنتجع. هذا المليار دولار الذي تحدثت عنه سيتم تخصيصه للعقارات وللمشروعات الضخمة والعملاقة، ولكن أعتقد أن الشيء الأصعب والأهم هو تخصيص الكثير من الأموال لأنشطة الرفاهية والأنشطة والتجارب التي تدعم هذه المشروعات الكبرى. أعتقد أن زميلي يعلم أفضل، لأن كل الأعمال وكل رجال الأعمال يودون جني الأموال. أحد أفضل الاستثمارات هي التعليم الخاص بمجال السياحة، حتى تستطيع الشركات جني الأموال. إذا ما استثمرت في التعليم، في الاستثمار بمثابة الاستثمار في المستقبل، أحد أفضل الاستثمارات حاليا رأيناها فيما يتعلق بالفرص الهائلة في مختلف أنحاء العالم. نتحدث مع كل الوزراء ورؤساء الدول، كل ما يطلبونه شيئين: أولا دعم ماليا، والثاني هو التعليم. أنت من الولايات المتحدة، رجاء أن تخبرني جامعة رائعة متخصصة في السياحة في الولايات المتحدة. أنت تتحدث عن دورات تدريبية معينة في السياحة أو تعليم عام من شأنه أن يرفع سقف طموح كل أنواع وأشكال التعليم التي تبدأ من الماجستير وصولا إلى الضيافة. وهذا المجال الذي نستثمر فيه في المملكة، ولهذا افتتحنا هنا هذا العام. سنقوم بتدريب 100,000 من الموظفين هذا العام. هناك فرص هائلة، لأن كل الاستثمارات تتحدث عن الأشخاص، ومدون الأشخاص لن يكون الاستثمارات أي أهمية. هي أهم من بناء الطرق وبناء المنتجعات. هذا هو الاستثمار، أحد أهم الاستثمارات. وأيضا الاستثمار في السياحة، لأنها الأسرع فرصة لتوفير وظائف عمل جديدة، وهو من السهولة بمكان حسابات. مع اللوائح التنظيمية المناسبة سنجح الأمر. هذا هو دورنا، هو أن نحقق هذا القدر من التوازن. أود أن أضيف أن جزء أهم من الحلول للمضي قدما في كل ما قد ناقشناه هو تفعيل وتحفيز ودعم وجود اللوائح التنظيمية المناسبة لدعم المنشآت الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال، تحديدا المبتكرين منهم، وفي جلب التقنيات الجديدة وفقا لطالب، لأنهم مبتكرين سيقومون بجلب إضافات لها قيمتها في سلاسل الإمدان، مثل الأطراف الكبيرة التي نركز عليها في نقاشاتنا. ولكن لسوء الحظ، الجانب السلبي لهذه الفئة من القطاع أنهم في غاية الهشاشة. نحن اكتشفنا أثناء الجائحة أنه كان أول ما ننهار وعانى. ففي المملكة العربية السعودية، الأولوية المطلقة أثناء الجائحة كانت دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. قمنا بتيسير تسديد ديونهم وتسديد الرسوم الحكومية، وقمنا بتوفير دعم مالي إضافي. لكن بدون المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونموهم ودعمهم وإعطائهم الفرصة ليبتكروا، أعتقد أن القطاع لن يكون ذاته، لن يكون لدينا التجارب الفريدة المتنوعة المختلفة التي يبحث عنها المسافر. توني، أنت تنظر إلى الأمر من كلا الجانبين. لديك كل تلك الفنادق والمنتجعات السياحية التي عليها أن تكيف لكي توفر خدمات معينة ذات جودة لا يمكن أن يهم ولا يهم الوزن. لكن الأشخاص الذين يسافرون ويظلون في هذه، يمكثون في هذه الفنادق وهذه السفن، يودون التجارب المحلية. صاحب المعالي استخدم المصطلح المناسب وهو الأصلي. المسافر يود التجارب المحلية الأصلية الخاصة بهذه البلاد. يودون أن يجدوا موظفي الفنادق والمنتجعات من السعوديين. ينبغي على المملكة أن تكون قوة عاملة من الموظفين السعوديين في مجال السياحة والسفر، وهذا ما يبحث عنه المسافرين. ما مدى أهمية هذا لك عندما يكون لديك مجموعة من الإجراءات التشغيلية لهذه الفئة من الفنادق؟ عليك
ينبغي أن تقوم بتكيفها مع 1000 وجهة مختلفة. إذا ما كان لديك قوة عمل محلية لديها الشغف المناسب والحماس، أعتقد أن المملكة مرة أخرى توفر مثالاً واضحاً رائعاً للطريقة التي تشارك فيها القطاعين العام الخاص لإعطاء الأولوية من أجل لبناء قوة عمل لدعم قطاع السياحة والسفر. الأمر هنا متعلق بالقيادة والالتزام من القيادة على أعلى مستوى. الأمر يتمحور حول القدرة على عندما ابتسمت عندما قلت التعاون، لأنه عقب 3 سنوات من الجائحة جمعت هذا المصطلح كثيرا. عادة ما نتحدث عنها كثيرا لكن نادرا ما نراها، ولكن الأمر يتمحور حول قدرة الحكومات والصناعة لكي يقوم بالقيادة بالقطع. مرة أخرى كما ذكرت زميلتي جوليا، لا نتحدث عن التعاون، نحن نقوم بتطبيقه وتجسيده. لذا أردت أن أضبط هذه النقطة بأخذ هذه القاعة مثل أثناء ترأس مجموعة العشرين تحت قيادة معالي. كنا الدولة الأولى التي قامت بجمع القطاعين العام والخاص على الطاولة للتعامل مع مثل هذه القضايا. عندما أطلقنا مجموعة البادرات وبادرات المحافظات التي تحدث عنها صاحب معالي للتعامل مع الجائحة، قمنا بهذا بالشراكة مع القطاع الخاص. جلسنا معهم على الطاولة وسمعنا معهم وتعاملنا مع هذه القضايا. ليس فقط هذا، ونحن نقوم بتعديل تشريعاتنا وسياساتنا لتصنيفات الفنادق بالشراكة مع القطاع الخاص. قمنا بإطلاق تصنيفاتنا منذ 3 أعوام وسمعنا من القطاع الخاص، وكان عقدنا منهم أكثر من 100,000 اجتماع أثناء هذا العام وسمعنا هذا أن لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. قمنا بالتعديل بناء على مرئياتهم، وأيضا سهولة إنجاز العمل. لدينا 28 مبادرة سنقوم بإطلاقها هذا العام لتيسير رحلة الاستثمار عبر القطاعات لكل الزملاء الحاضرين هنا في هذه الحلقة وكل الزملاء في القاعة. أعتقد أن هذا المؤتمر سيتود مناقشات خاصة بالاستدامة والتعاون ومدى أهميته. أعتقد أنه من الأهمية بمكان إذا ما كنا ينبغي أن نتعاون، إذا ما كنا نود أن نمضي قدما بطريقة مفيدة. عندما ما يجعلني أبتسم هو التعاون كمصطلح طنان. ينبغي ألا نحيد عن الاستدامة. كل الجهات التي نقوم بخدمتها وموظفينا وضيوفنا، أي تلاعب مصطلح الاستدامة غير مقبول. الأهداف الطموحة والقدرة على إظهار التقدم الواضح مقابل هذه الأهداف هو أمر يخص كل تلك الفئات التي ذكرتها، ولكي نحقق كل هذه الأهداف ينبغي أن نتعاون مع كل القطاعات الأخرى. أعتقد أننا نشعر بأهمية الأمر من أهمية بمكان كمقيمين مؤقتين على هذا الكوكب وكقادة في مجالات الأعمال. كل من نخدمهم يطلبون الاستدامة والتعاون. أعتقد أن التعاون في غاية الأهمية. تستطيع أن تقوم بالكثير من مشاريع الاستدامة الرائعة بمفردك بصفتك مستثمر. قمنا بشراء مئات الآلاف من الكهنات. تلك الكهنات نقوم بإيجارها. نقوم بإيجار هذه الماكينات بأرقام أعلى من محركات الاحتراق الداخلي. من الأسهل أن نقوم بجمع الأموال للاستدامة عندما يكون لدي أمثلة أن الشخص سيدفع المزيد من الأموال لسيارات تسلا أو غيرها من السيارات الكهربية. عما المبالغ التي يقوم بدفعها مقابل محركات الاحتراق الداخلي. التعاون هو إنجاز الأشياء، وأن نقوم أخذين بزمام المبادرة، وأن يكون لدينا نهجا عملي قبل أن نرى الشائر الخاص بالشعب الشعب المرجانية وصحة محيطاتنا. أنا سعيد بالتعاون وفي العمل على مشروعات مثل هذه. نحن نعمل مع أحد المؤسسات في أحد جامعات الرياض للمساعدة في القيام بمشروع عالمي حول حالة الشعب المرجانية في مختلف أنحاء العالم. نحن نود أن ننهي في الوقت المحدد. لدي
استطيع ان اعطيكم اذا ما كان لي ان اعطي لاي لكل من حضراتكم امنيه عطله في مكان ما او امنيه ما لهذه الصناعه. انا ساعطي سابدا بك معالي الامين العام اذا ما كان لي ان اعطيك احقق لك امنيه واحده لكي تزرز. بينما نحن بحيث أننا في المملكة أمنياتي ستكون من يستطيع أن يتخيل أنه منذ سبع أعوام مضت أن هذه البلاد ستكون لديها هذه الأهمية على صعيد السياحة وأن يكون الجميع مهتم بالسياحة. هذا تحول هؤلاء من صناعة النفط إلى السياحة. أمنياتي أن نصل إلى هدف التي ذكرتها صاحبة سمو الملك الأميرة هيفاء أن نصل إلى 100 مليون سائح بحلول 2030. Greg, أمنيتك الوحيدة التي أستطيع أن أحققها لك بخصوص هذه الساعة، أعتقد أن الأشخاص يفهمون مدى أهمية السياحة للاقتصاد العالمي وما مدى جودة الأعمال ومدى روعة أن يتم تأسيس الشركات أثناء الأوقات الصعبة. لقد تحدثت عن أمنية ليست معجزة، أستطيع أن أتمنى حدوث معجزة. أعتقد أن صناعتنا سهل الوصول إليها ومسؤولة، وأمنيتي لهذه الصناعة أن تصبح جوهرية ومحورية للأشخاص أن يفهموا ويقدروا ما تستطيع أن توفره صناعة السفن السياحية لهذه الصناعة أن تكون جوهرية ومحورية. صاحب المعالي، تحدثنا عن التعاون، أود أن أتمنى أن يكون لدينا تجربة تنظيمات سلسة متناغمة عبر أمم العالم برمتها حول تصريحات السفر، جوازات سفر بيومترية، لا يوجد أي مستندات ورقية، أنظمة سداد متناغمة. أعتقد أنك تحلم أحلام طموحة للغاية صاحب المعنى. قمنا بهذا الأمر بأنظمة الهواتف، أنت تسافر بهاتفك في أي مكان في العالم. لماذا لا تستطيع أن يكون لدينا أنظمة سداد من أي مكان في العالم؟ هواتفي تحمل حالتي المناعية وسجلاتي الصحية، أود منها أن تعمل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي الصين. لدينا منظمات متعددة الأطراف، منظمة السفر والسياحة العالمية تابعة للأمم المتحدة، ومعالي بان كي مون الأمين عام السابق للأمم المتحدة، أننا إذا ما كنا سنلتزم وعازمون بالأمر نستطيع أن نحقق تجارب سفر خالية من أي عوائق وسلسة الغاية. ستنجح الأعمال وتخفق بناء على شغف وجودة موظفيها. ينبغي أن بشكل عام في القطاع أن نقوم باستعادة جاذبية وكرامة الوظائف المتعلقة بالقطاعات الخدمية والوظائف الخدمية. الأمنية الأخيرة، دعونا نتذكر أنه قطاع يجمع الأشخاص بعد أن تفريقهم. أود أن نترك كل الصخب وأن نجتمع كأشخاص عاملين في هذا القطاع. السيدات والسادة، شكرا جزيلا لأعضاء حلقة النقاش الرائع. ماريا، أين أنت؟